بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله، يا ابن أمير المؤمنين وفاطمة الزهر، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز والله فوزا عظيما. روحي وارواح العالمين لك الفدا، غريب يا مظلوم كربلاء. السلام على مولانا أبي محمد الحسن، السلام على الإمام المجتبى، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى وابن علي المرتضى وابن فاطمة الزهراء، السلام على الإمام المظلوم المسموم صاحب القبر المهدوم، لمن القبور الدارسات بطيبتي عفت لها أهل الشقاء آثارا. قل للذي أفتى بهدمي قبورهم أن سوف تصلى في القيامة نارا، أعلمت أي مقابر هدمتها، أعلمت أي مقابر هدمتها، هي للملائك ما تزال مزارا، هدام هدام وامي غلب الغبن سيدي ابن الحسن، في غالب قلوبنا جمدوب هدايم وحزننا يا ابن حامل جار، هل دام هدايم ترى قبور اجدادك الطاغوت هدايم وساواها يا وساواها مثل يا القبر الزكي يا يقل أخو لسان حال الحسين على قبر أخيه الحسن، يا عضيد يا أبو محمد قلبك من نجيع السم تمريد، خويا هذا الشاذ اليوم طاغ الشام عياد وعلى الهواشم أصبح أظلم، يا
وعلى الغاشي ما يصبح وظلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، وإنا على ذلك لمن الشاهدين. قبل أن أدخل في هذه الآية الكريمة، أحب أن أنوه إلى شيء فطري إنساني عليه عقلاء الإنسانية جميعا بلا خلاف. لكل إنسان يشار إليه أنه هذا عاقل، بغض النظر عن كون هذا العاقل متدين غير متدين علماني، كان يكون لأنه أكو مشتركات بالعقل الإنساني ما لها علاقة أحيانا بالدين. نعم الدين يهذب العقول، يهذب الآداب، ولكن المشتركات بين الإنسانية قد تجد إنسانا كافرا لا يؤمن بما تؤمن به ولكنه عاقل، عاقل مدرك ويتصرف تصرف العقلاء. وهذا شيء لا يمكن أن يدفع، لأن هذا شيء محسوس وملموس بالفطرة الإنسانية. فكل عاقل على فطرة الله يحب ماذا أو ينسجم وينجذب إلى تمجيد العظماء من الناس. أكان هذا الإنسان بغض النظر عما يدين به، مقدار خدماته للإنسانية ماذا قدم للإنسانية. ولذا ترانا مثلا حتى في مجالسنا الحسينية التي يفترض أنها دينية، مجالس دينية بحتة، تذكر على هذه المنابر يذكر عظماء الإنسانية الذين نفعوا الإنسانية، الذين فادوا الإنسانية. لكم من مرة نستشهد مثلا بأقوال باستور، مثل هذا الطبيب الكبير والعالم المجدد في عالم الطب، قدم خدمات الإنسانية. مرة من تقول هذا إنسان عاقل وإنسان محترم، أو أديسون أو غير أديسون، الناس الذين قدموا علم الرياضيات، الناس الذين قدموا هذه العلوم التكنولوجية وغيرها، الناس المحترمون العقلاء بالفطرة تجد لهم ماذا احترام في نفس الإنسان. طبعا وأمثال هؤلاء الناس عظماء الناس المميزين دائما لديهم مزايا نفسية رائعة ومحترمة تختلف عن نفسيات عوام الناس. تجد في أنفسهم أشياء يدعو إليها الدين بالفطرة، تجدهم ماذا متواضعين، ناس بسطاء لا يحبون التميز على الآخرين، تجدهم من عوام الناس وهم متميزون جدا عن الناس. هو هذا منهج أهل البيت عليه السلام. الله هناك رواية دائما تتلى عن الإمام الثامن علي بن موسى الرضا عليه السلام الله، وهو على منبره وهو ولي للعهد، يعني ولي لأكبر دولة في العالم آنذاك، وهذا لا يرفع من شأن الإمام أكيد. مقامه الديني ما منحه الله أعظم مما منحه المأمون بلا شك. ينظر إلى عبد أسود من مماليك المملكة، من عبيد المملكة، ما له قيمة أكيد العبد، ما له قيمة بذلك الزمان يعني، لولا أن القرآن حرر العبيد إلى اليوم العبيد يباعون ويشترون. لو ما الكفارات وتحرير العبيد، كل ما تغلط الله يقول لك حرر عبد، كل ما تغلط تفطر يقول لك روح كفارته عتق رقبة، تحلف كذا تسوي كذا تعاهد الله تخلف بالعهد روح عتق. إلى أن الإسلام ولو الفضل الكبير، مو إبراهام لينكولن، إبراهام لينكولن بنى أمريكا على رؤوس العبيد، الإسلام حرر العبيد. على كل حال ينظر إلى عبد أسود يقول: أما والله إني لا أرى لنفسي فضلا على هذا الرجل
وجالس بقربي من رسول الله. نعم إلا أن يفضلني عليه عمل صالح. تجد هذه المزية. والإمام صادق فيما يقول: لا يرى لنفسه فضل على عبد أسود من عبيد المملكة إلا بالعمل. يقول إذا العمل أحسن منا إيهان أحسن منا بالعمل وليس بالنسب. هذه الخاصية تجدها عند هؤلاء الناس ما يكبرهم في أنفس الناس. يوم من الأيام قرأت طريفة جميلة عن مكتشف البنسلين، لعل اسمه ألكساندر أو كذا من هذه الأسماء، طبيب عظيم بلا شك وكبير وغير مسار الصحة في العالم. هذا سوى احتفال مفروض المؤمنين المتدينين يتأثرون بأمثال هؤلاء العظماء، لأن هذا مو متدين ولكن يمتلك خلق سامي. فكيف إذا عندنا منهج أهل البيت الذين هم أعظم الناس بلا شك؟ سوى حفل، فإجا إلى الحفل بالباب هذا السكرتيرة قالت له: أنت عندك دعوة ما تعرفه لأنه هذول بعيدين عن الأبواب، ما يحبون الأبواب. ها؟ قالت له: عندك دعوة؟ قال: لا ما عندي. قالت له: لا إذا ما عندك دعوة ما تدخل. فراح قالوا: هذا منه؟ قالت: هذا جاي زائر وما عنده دعوة للحضور. قال له: هو أقيم على شرف هذا الحفل، وين سويت أنت؟ راح ولا قال له. قال: حفل لا يحضره عوام الناس والفقراء أنا هذا ما أحضره، ما يشرفني هذا الحفل. مو عندنا رواية عن الإمام الرضا عليه السلام الله إذا جلس إلى الطعام لا يأكل حتى يحضر العبيد عبيد المملكة، ولربما في الرواية انتظر سائس الخيل، لأن هذا آخر واحد يجي، مو ينطوي الخيل يربط الخيل، آخر واحد يجي يقول لا يأكل، يقول بعد سائس الخيل ما أجي. هذا الخلق السامي لأهل البيت. إذن الإنسان مرغم أن يحترم، كل إنسان يحترم الإنساني، وهذه شاهدي بالقول الأول فطرة إنسانية موجودة، تعظيم العظماء من الناس. وإذا تعرف أمة محترمة فإنها تحترم عظماءها، وإذا تريد أن تعرف أمة منحطة وأمة بلا أخلاق وأمة ليس لها تاريخ وليس لها آداب، أمة لا تحترم عظماءها ولا ترفع من قدرهم ولا نعم تشيد بنيامهم ولا تذكرهم. هنا القرآن الكريم في هذه الآية يشيد إلى هذا المعنى الشريف: وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. طبعا التفاسير سنة وشيعة، لاحظ سقر التفاسير ما عليها خلاف، تصريح واضح أن الذين غلبوا على أمرهم هم المتدينون المؤمنون الموحدون. شنو معنى الذين غلبوا على أمرهم؟ مو لنتخذن عليهم مسجدا. وخالف المسلمون فرقة واحدة ليس لديها تفسير وليس لها آداب وليس لها تاريخ وليس لها خلق، ولا يعتبرون من أمة الإسلام في شيء، هم أمة الوهابية فقط وفقط، أولئك الذين يستبيحون الأموال والأعراض ويقتلون الناس على الشبهة والظن، ولهم آراء عجيبة غريبة من آرائهم. مثلا يابا أنت لما تفجر في شارع في سوق أنت شنو غايتك؟ هذول الناس مو أعدائك، أنت جاي تفجرهم يقول نعجل بهم إلى الجنة لأن أبرياء، وعلى هذا فقس يقول هذول الناس إحنا مو أبرياء، صح أبرياء، عندنا إحنا واحد نريد نقتله نقتل يا ألف واحد، يقول هذول نعجل بهم إلى الجنة، وكأنهم قطيع من الخراف من النعاج، يقتلهم بهذه الطريقة فيقضي حياتهم ويرمل نساءهم ويؤتم أطفالهم ويخلق مشاكل اجتماعية عظيمة وجسيمة، ويعجل بهم إلى الجنة كأن الجنة ملك أبيه، كأنه قد ورث الجنة من أبيه ومن جده. صلوا على محمد. هذا ما حد يلزم يبغى يفتر وما يفتهم، هذا ما يفتهم الطب، إذا واحد ما يلزم ما نقدر نحكيه. صلوا على محمد وآل محمد. ثاني على محبة الإمام الحسن المجتبى. فإجماع المفسرين، كل المفسرين المحترمين، أن الذين غلبوا على أمرهم من؟ المتدينون المؤمنون، بعد إذ أذهب الله تعالى عبادة الأوثان وعبادة الفراعنة وعبادة الأشخاص، وظهر أمر التوحيد، ظهر أمر الدين. أنا سبعا ليش أرجعك للمفسرين؟ أرجع للفطرة، أقرأ
بالتبادل الذهني، انت اخرج ما تفهم منها غير هالمعنى، واضح المعنى هذا. ليش؟ لعدة، اولا غلبوا على امرهم ما كانوا غالبين، والظاهر والمشهور والمعروف تاريخا ان المتدينين كانوا منتكسين، كانوا مقتلين مشردين. ولا هذول الثلة ليش لبدوا بالكهف؟ هم ليش لبدوا بالكهف لما هم امرهم غالب وامرهم قوي؟ اكو هذا القول. اذا التبادر يقول ان الذين غلبوا على امرهم ماذا؟ هم اهل التوحيد واهل الدين. فلاحظ هذا المعنى الاولي من هذه الآية الكريمة. ثم قوله تعالى مسجدا، شنو مسجد؟ شنو المسجد؟ يعني هسه الكافر، الكافر ملته مسجد؟ اعظم مسجد، اعظم مسجد على الارض واشرف مسجد على ارض الله هو بيت الله الحرام. الكعبة لو مو الكعبة، صح لو مو صح، كان يسوون بها؟ ما نقدر نستعرف المسائل اللي كان يصير في بيت الله، لان امر مخزي، امر يعني مشين. كان الجاهلية تصنع في بيت الله، كان بعض النساء يطفن عرايا. ارجع التاريخ وشوف. ليش؟ لانه عندهم في معتقداتهم المرأة او الرجل اذا طاف فعليه ان يتصدق بثيابه، فبعض النساء ما عندها غير ثوب واحد، فتخلع الثوب وتطوف عارية. مو وامثال هذه كثيرة لا اريد ان اتعرض اليها، وما كان يجري في حرم الله. مو اوثانهم وين كانت؟ اصنامهم وين؟ مو كانت بالكعبة، والكعبة كانت متروسة اوثان، كلها اوثان. اي عبادة، اي مسجد يهتم به ابو سفيان وابو جهل وابو لهب وامثال هؤلاء الجفات؟ مو صحيح. اذا الذي يهتم، ولفظ المسجد واضح، مسجد هو بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. لما هذول الثلة من المؤمنين اكتشفوا أهل الكهف، أول شيء تبادر إليهم قالوا خلوهم في القصة المشهورة، ما نتعرض لها الآن نطيل في الوقت. لما اكتشفوا مكانهم قالوا لنتخذن عليهم مسجدا. قالوا هذول ناس معظمين، ناس أهل كرامة، ناس أجر الله على إليهم معجزة، إحنا هذول شلون يتخلد ذكرهم؟ مو نقيم عليهم مسجدا. ثم اهتمام القرآن مو بهذا الكهف ووصف الكهف مو والفجوة ومرقدهم وكذا وأماكن محددة، يعني وين كان المشهور عند الشيعة أنه في الأردن في منطقة تسمى بسحاب لعلها شمال عمان، وما عليه السيد العلامة رضوان الله تعالى عليه، وين كان بعض الأقوال أكو في تركيا، وبعض الأقوال يقال أكو كهف شبيه به بالدنمارك وهكذا، ولكن المشهور أنه هذه أرض الرسالات كانت، هي هذه المناطق هي أرض الرسالات. وكهف سحاب اللي في عمان هو أقربها إلى وصف القرآن الكريم، كما هناك استعراب مفصل للعلامة صاحب الميزان رضوان الله تعالى عليه. إذن هذول المتدينين بالفطرة كانوا نسوا عليهم مسجد، مو صحيح؟ الآن ما عليه المسلمون، تعال أسألك بالله، ما عليه فطرة المسلمين جميعا، جميع المسلمين سنة وشيعة، سمعنا شغل بالشيعة لأن الشيعة متهمين، متهموهم الوهابية. تعال إلى أهل السنة، المفروض الآن على قول الوهابية أهل مصر كلهم كفار، كل أهالي مصر قاطبة كفار، وكل أهل الأردن كفار، وكل أهل سوريا كفار، وكل أهل تركيا كفار، مو وقسم كبير من أهل المدينة والحجاز أيضا كفار، إذا تستجني أهل القصيم وأهل نجد فقط، فقط استثني نجد والقصيم، وكل الحجاز اللي ما يسمى الآن بالسعودية كلهم المفروض كفار، لأنه في كل هذه الأماكن أكو مزارات، والمسلمين تعاهدوا هذه المزارات، وأصحاب المزارات ليسوا جهال، ليسوا مغمورين، ليسوا من عوام الناس، وناس نعم وناس معظمون قدموا خدمات جليلة للإسلام ورفعوا مقام الإسلام عاليا، لذا احترمتهم هذه الأمة بالفطرة وما دلت عليه النصوص النبوية. أقول النبوية فقط، أنا ما أتحدث عن الشيعة فقط على اعتبار أن النبي مجمع على حديثه، النصوص النبوية المقدسة دلت على تعظيم هؤلاء الناس. قبل اللي رجع متوفق للحج قبل التسعينات كان كاتبين على مقبرة البقيع لا تزوروا القبور ولعن الله كذا اتخذوا قبورهم مساجد، وحاطين في قائمة طويلة عريضة. تغيرت المصلحة السياسية لأن الوهابية قام يكفرون الملك، قام يرون الملك كافر،
ومن شقة الوهابية كما هو معروف بعد، مو لأنه الملك ما عنده لحية، ما عنده لحية كافر، هذا أكيد يعني مع اللحية يكفرون الإنسان. زين، وهذه مسائل عدة الحكومة نكاية بهم خلت شنو، خلت قطعة جديدة هسه موجودة، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها. ما أدري شنو اختلاف، إحنا عندنا الحديث مو صحيح جملة تفصيل، لا الأول ولا الثاني. إحنا ثمنا بميزان الأحاديث فلس ما يسوى هذا، حاشا لرسول الله، لأن ما طلع من النبي الكلام، هذا تأليف الدول. كنت قال رسول الله كذا، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها فإنها تذكر الآخرة. إيه وين كان هذا الحديث؟ هو وين كان؟ مو موجود هذا الحديث؟ ليش بالبداية خليت حديث لا تزور القبور، لعن الله اليهود والنصارى كذا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ إنه بشال هاي الأحاديث حط أحاديث جديدة وكأنه الدين قالب كيف؟ مو حسب ما حسب المواصفات. شنو المطلوب المواصفات؟ لا، أولا ما يقتضيه الحديث الصحيح الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث لا يثبت لأنه ثبت بالبخاري. شنو شغل بالبخاري؟ كل أمة الإسلام تعتقد بالبخاري. الآن في مصر ثورة ضد البخاري، مو عنده أربعة كبير، عنده أربعة كبير ثورة الآن بالتلفزيونات والفضائيات والإنترنت والدنيا مطلوبة على البخاري. يا أبا هذا الحديث شيلوه مخزي، هذا عار على الإسلام، وانت جاي تعطي مادة لغير المسلمين يقول لك تفضل زوجة نبيكم متربع الرجال تربع ذات اللحى والشارب، شيلوا يولي البخاري. شنو البخاري؟ بس احنا مو عندنا الكافي. ما نقول الكافي كله صح، احنا ما نقول، من عندنا واحد يقول الكافي كله صح؟ الكافي يخضع للنقد والتجريح والتعديل، وبروايات صح وبروايات غلط، ولا مبالغة ان كثير من روايات البخاري الكافي مو صحيحة، ولا يزعم الكافي، الكليني ما يزعم هذا الزعم، يقول عندكم جرح وتعديل، عندكم رجال ونقحوا الحلال والحرام بشغل، ملاحظ؟ فإذا لأنه رواية جت بالبخاري أنت تفرضها علي وتهدم بموجب رواية ما أعرف من سواها، معاوية ألفها، ما أدري عبد الملك بن مروان، ما أدري هم للحاكمين، تهدم قبور أهل البيت عليهم سلام الله، بعدين ليش ما تهدم قبر رسول الله؟ يلا هذا قبر مشيد، صح لو مو صح؟ تصور يستحون؟ هل يخجلون؟ لا لا يخجلون. أكو تسجيل صوتي صورة وصوت لأحد علماء لعله ابن جبرين أو غيره من مفتي المملكة، يسألوا أنتوا هدمتوا البقيع؟ أنتوا عندكم القبور حرام، ليش ما تهدمون قبر النبي؟ قال الله يسهل لمن يهدمه إن شاء الله. واسمع صورة وصوت، الله يسهل من يهدمه، يعني يردون يهدموه، ولكن أكو معادلة دولية، أكو تركيا بالموضوع مو الموروث العثماني، وكان ما تعرض إلى المسألة، أكو مصر بالموضوع، لأنه قبور أهل البيت تخص الشيعة، الشيعة طائفة مستضعفة مقتلة، مو فهدموا قبور أهل البيت، لا حول ولا قوة إلا بالله، ليس لهم فئة ينصرونهم إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن النبي لا، مسألة حساسة، ولهذا تركت. إذا هو دين، إذا هدم القبور دين ومعتقد ويبنى عليه أمر التوحيد، لا حتى قبر النبي لازم تهدم. إذا هو الدين، بعدين أسألك بالله، يعني هذه حقيقة أدركها الوهابيون على تقادم العصور؟ هاي الصحابة والناس اللي اجوا من بعدهم، وانتم تقولون الصحابة عدول كلهم، وتقولون قول الصحابي حجة كما يقول ابن حجر مو وابن حبان وغيره، قول الصحابي حجة، احنا نقول قول المعصوم حجة، لاحظ الفرق، قول أهل البيت حجة، هم يقولون قول الصحابي حجة. زين، هذول الناس كانوا يشوفون النبي بالمسجد، هاي شلون سولها؟ شلون طريقة يعني؟ لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إذن هذه الأمة كلها ملعونة، لأنه قبر رسول الله ماذا؟ قبر النبي مسجد. يجي واحد يقول، واحد مفلس طبعا من المفلسين، يقول لا هو قبر النبي إنما دفن النبي بحجرته، والحجرة كانت خارج المسجد وضمن الإلحاقات ضمن التوسعة، لا هالكلام مو صحيح، الكلام كله غلط، حجرة رسول الله في مسجده كما هو ثابت، وسد الأبواب إلا بابه. شنو معناته؟ كل الأبواب سدها إلا باب علي وفاطمة، لأن بيت النبي وبيت علي وبيت فاطمة كان ضمن المسجد، وهذا ثابت ليس عليه خلاف. يجي واحد يقول لا الحجرة وبعدين ألحقت، هسه ألحقت، هسه ألحقت على كل حال، الآن عرفا عند المسلمين صار تقريبا في 500 600 سنه من ايام سليم القانوني، يمكن الى الان اكثر من 700 سنه،
قبر النبي مسجد له مو مسجد. أكو واحد يقدر يقول الآن قبر النبي خارج المسجد؟ يصير الجنوب الآن أو الحاو يدخلون بحذاء قبر رسول الله؟ أكو عندنا هالشيء؟ عندنا وعندهم يصير ما يصير. ليش؟ صار له 700 سنة لا أقل أنه مسجد على قولكم أنه هو الحق صار مسجد. يعني هذه الأمة ملعونة؟ مو هذه الأمة ملعونة؟ تعال عن هاي ولا أعنيهم على كل حال مكفرين كل هذه الأمة. الغاية أنه مخطط كبير والمسلمون بدأوا نعم يفهمون هذه المسائل لما ظهرت أساليبهم، لما أساليبهم في القتل والتكفير واللعن ويصنعون ما يشاءون، والمفتي فيهم غلام صغير. أي غلام أي إنسان يستطيع أن يفتي بمجرد أن يطيل لحيته ويقصر ثوبه. أي تقبل لا مو عشنا اللي شاف بالأردن بس واحد يطول لحيته صار شيخ وصار علامة، ما يعرفوا شيعي سني مسيحي يهودي، بس يطول لحيته قالوا له يا شيخ وله قابلية الإفتاء. هذا مثل هذا الزرقاوي اللي هدم العراق هدم الله وأوجر قبره نارا إلى يوم القيامة، هذا اتهم بقضية أخلاقية. هذا ثابت هذا كلام الحكومة الأردنية، دخل إلى السجن بقضية أخلاقية تافهة سخيفة لا تستحق الذكر، قضية مشينة جدا جدا ما أستحي أن أذكرها يعني. وشوف ادخل على تاريخه وشوف كيف دخل والتقى بالوهابيين في داخل السجن وصنعوا منه داعية، وبعدين هذا الداعية صار مفتي، صار مفتي بالعراق يحكم بالدماء والأعراض وقتل الآلاف من مسلمي أهل العراق. ها مو بس الشيعة ترى قتلهم، حتى بالسنة قتل، بس أهل الرمادي سوى بهم وأهل سامراء وغيرهم، مو انتهكوا أعرابهم وقتلوهم. إنسان تافه ساذج أمي فاسق فاجر يحكم في دماء المسلمين لأنه صارت عنده لحية طويلة وتشتاش قصيرة، هو هذا الدين على كل حال. فشوف طامة العظمى لما يكون الأمر بغير أولياء الأمر الحقيقيين. الكلام كله شاهده على هدم قبور أهل البيت عليهم سلام الله. من القبور التي هدمت؟ قبور البقيع، قبر للعباس عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من هو العباس؟ هل هو قليل الشأن؟ عم رسول الله وكان يحبه النبي حبا عظيما وفداه رسول الله لما كان أسيرا في غزوة بدر إلى آخر، مو إنسان معظم بلا شك. فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين بلا خلاف بين الشيعة والسنة أنها من سادات المسلمين بلا خلاف أبدا، أنها سيدة مؤمنة مدحها رسول الله ودفنها النبي بنفسه وكان يبكي وكفنها بجبته. قالت له أنا سمعت عند الاحتضار، قالت له سمعت منك أنه للقبر وحشة والقبر مخيف كذا وأنا خائفة من القبر، قال لا تخافي. فقبل لا يدفنوها اتمدد النبي في قبرها. الله أكبر، النبي إجا نام اتوسد باللحد مالها النبي ثم لفها بجبته لف الجنازة مالتها وأنزلها رسول الله إلى قبرها ودموعه جارية على شيبته المقدسة وهو يكفكف دموعه بكمه. النبي ما يلحق على دموعه، تتناثر الدموع على قبر فاطمة بنت أسد ويمسح الدموع بكمه ويقول إنها كانت أمي بعد أمي التي ولدتني. يعني هذه أم رسول الله المربية للنبي يبكي. الرسول يقول له أكثرت البكاء على فاطمة بنت أسد يا رسول الله، قال وما أذكر من فاطمة، والله كانت تجيع أولادها وتشبعني وتعري أولادها وتكسوني. يقول فاطمة أولادها جيع تتركهم، إنه مطالب كان فقير تجيع أولادها في سبيل يأكل رسول الله وأولادها عرات والرسول يلبس أفخر الثياب من فاطمة، كانت هكذا تحب النبي. والنبي نام في قبرها، يجي واحد لا يعرف أي ذراعه أطول أو أقصر يهدم قبر هذه العظيمة المعظمة التي عظمها الله ورسوله. بس أخو ما قلت أنا أم الإمام علي، بعدني جاي أتحدث بالعموميات وما قلت بعد شلون لا أجي أقول أم الإمام علي وأقول نعم جدة الحسين وجدة الحسن وجدة الإمام صاحب الزمان اللي كل المسلمين يعترفون به. بعدنا الآن نحكي بالعموميات مو بالخصوصيات. بعد قبر من؟ بعد
قبر الإمام الحسن المجتبى بالحديث الصحيح سيد شباب أهل الجنة مع الخلاف، وقبر الإمام السجاد عليه السلام الله مفخرة الإسلام العظيمة، هذا الداعية صاحب المناجات والأدعية الطويلة التي هذبت الإسلام، قبر الإمام محمد الباقر عليه السلام الله العالم الجليل الذي أحدث ثورة علمية في زمن الجهل والظلام، قبر الإمام الصادق أول من أسس علم الاختصاص، ما كان الناس ما يعرفون شنو الاختصاص، كان أول عالم أول إمام قبل الأنبياء والمرسلين ولا مبالغة في هذا القول، أول واحد سوى علم الاختصاص لأن كان التلميذ يدرس كل شيء، كل شيء يدرس الفقه والطب والحديث واللغة يضيع ما يلحق، لا الإمام قال كل واحد يدرس علم مخصص، فطلع النوابغ منهم جابر بن حيان في الكيمياء، منهم مؤمن الطاق في علم العقائد والمناظرات، منهم فلان مثل أبان بن تغلب وأخوه في علم الحديث، وكذا طلعوا فقهاء عظماء، واعترف المخالفون يقول أبو حنيفة لولا السنتان لهلك النعمان سنتين، يقول أحضرت جعفر الصادق، هذا العالم الجليل وهذا السفر العظيم يهدم قبره إنسان أعمى، أعمى الله قلبه وعينيه، لا يفقه من حديث رسول الله شيء، وهذه طامة في الإسلام لو مو طامة عظيمة، هذه تجرح القلوب لنا، ولا هذه أسألك بالله هذه الظلامات ما هي إلا من تلك الظلامات التي مورست على أهل البيت رحم الله عبد الزهراء الكعبي، هذه الأبيات له التي قرأتها أو لعلها له لأنها مسموعة منه، لمن القبور الدارسات في طيبة عبت لها أهل الشقاء آثارا، قل للذي أفتى بهدم قبورهم أن سوف تصلى في القيامة نارا، أعلمت أي مقابر هدمتها هي للملائكة ما تزال مزارا، نعم عظم الله لكم الأجر سيدنا ومولانا أبو محمد الحسن عليه السلام الله، في مثل هذه الليالي والأيام يتجرع السوم، وقيل بقي 40 يوما مريضا مدنفا من أثر سمي معاوية الذي أنفذه إلى زوجته جعيدة بنت الأشعث، حتى إذا كانت آخر ساعة وآخر ليلة له من الدنيا، شوف الإمام مريض ومتنف ويتقلب في وجع السم وينتظر لقاء الله بين ساعة وأخرى، ولكن اتصاله بالله يبقى على حاله لا يتغير، لا يغيره المرض والألم، يدخل عليه أمية ابن أمية وهو من خلص أصحابه، ينظر إليه الإمام يقول اعلم أن الدنيا في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب، قال يا ابن أبي أمية إذا دعتك إلى صحبة الرجال حاجة فاصحب من إذا زنته زانك، إنسان في لحظات الموت يعطي هذه الحكم، إنسان ما ملهم من الله، ها؟ هذا إنسان عالي، هذا إنسان مو مفخرة التاريخ، على لحظات الموت يقذف كبده ويلفظ مع كبده حكم ومواعظ تبقى إلى آخر الدنيا، قال إذا دعتك إلى صحبة الرجال حاجة فاصحب من إذا زنته زانك، وإذا طلبت منه معونة أعانك، لا تصحب من تأتيك منه البوائق ولا تختلف عليك منه الطرائق، صاحب أخا ثقة تحظى بصحبته فالطبع مكتسب من كل مصحوب، كالريح آخذة مما تمر به نتنا من النتن أو طيبا من الطيب، في هذه الأدنى عظم الله لكم الأجر، يدخل عليه أخوه أبو عبد الله الحسين يقول أخي أبا محمد من الذي صنع بك هذا، يريد الإمام تجنيب الفتنة لأن يريد يدخر المعركة إلى يوم كربلاء حتى تكون معركة رابحة كما هي اليوم معركة الحسين رابحة إلى يوم القيامة، قال اجلس إلى جنبي أخي
إن نعم إن الله أقوى بطشا وأشد، يعني أمري إلى الله، ولكن أترك هذه المسألة. يجلس إلى جنبه يوصي بوصايا، لحظات نادى أخي حسين علي بطشت وعود. قال أخي وما تريد بهما؟ كان الإمام يقلب كبده المقطع في ذلك الطشت ويقلبه بعود بيده. لحظات نادى أخي أبا عبد الله ارفع هذا الطشت عني. قال ليش أخي أبا محمد؟ قال أخي لقد حضرت أختنا زينب، أما تسمع صوتها؟ زينب بباب الدار مقبلة، ولا أريد أن تراني على هذه الحالة. قال حسين 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 شيل الطشت عني، خواتك يا ابو السجاد جني، يردني يشب عن شوف مني، وهذا الطشت قدامي تشوف بس دمى وجهود. اتت العقيلة لما نظرت الى اخيها، نادت واخاه وحسنا، أيوا ضيعتنا بعدك يا أبا محمد. نعم، هنا الإمام الحسن يوصي وصايا حتى إذا دنت منه المنية عرق جبينه وخف أنينه، مدد رجليه وأسبل يديه، أوصى بأهله خيرا ثم فارقت روحه الدنيا وهو في حجر أبي عبد الله. رحم الله من نادى، أيوا سيدا أيوا حسنا أيوا مظلوما. هنا مشهد الدفن لما دفنوا الإمام الحسن المجتبى. نعم، أنزله الإمام إلى ملحودة قبره، أهال عليه التراب. قال البني هاشم انصرفوا. بقي الحسين وحده عند قبر أخيه، بكى سالت دموعه حتى خالطت تراب القبر. أنشأ يقول أدهن رأسي أم تطيب مجالسي، ورأسك معفور وأنت سليب، أما استمتع الدنيا لشيء أحبه؟ ألا كل ما أدنى إليك حبيب. غريب، كان الإمام ينظر إلى غربة أخيه الحسن هذه الأيام، غريب وأطراف البيوت تحوطه، ألا كل من سكن القبور غريب. الحسن آخر كلام للحسين، قال لأخي لا يوم كيومك أبا عبد الله. من اللي شاف يوم الحسين؟ أخته العقيلة زينب التي رأت الحسن يقذف كبده، رأت الحسين وكبده ممزق بسهم حرملة. تقول أخويا يا حسين لو بيدي الأمر كان بنيت على قبرك بيت الأحزان، وانعاك يا العين من الأعيان، يا تالي هل بيك الدهر خان، يا تالي هل بيك الدهر خان. الله أي جنازتين تلك التي رفعت إمام العالمين سميمة. يا الله يا رحمن يا رحيم يا علي يا عظيم، يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواه، اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك ونتوسل لديك بمحمد وآل محمد. يا الله، اللهم بصاحب هذه الأيام سيدنا ومولانا ريحانة رسول الله سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسن المجتبى. يا الله، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اكشف كروبنا. يا الله، ما
من كانت لديه إلى الله حاجة نسألك اللهم بالإمام المجتبى فاقضي حوائجنا، يسر أمورنا، شافي مرضانا. اللهم احفظ زوار أبي عبد الله الحسين من كل سوء يا الله، إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والحاضرين والمؤسسين وعلماء الدين ومراجع المسلمين وخدام الإمام الحسين رحمه الله، ومن قرأ الفاتحة قبل الصلوات.